بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، معاكم مستر محمد إسماعيل، أحييكم من جديد. وفي الفيديو ده هتكلم معاكم على حاجة بسيطة جدا جدا وممتعة نتعلمها عشان نحتاجها. الحاجة دي هي تحويل ملفات من صيغة الوورد لصيغة البي دي إف. يعني لو أنت عندك ملف أنت كاتبه على الكمبيوتر بصيغة الوورد وعايز تحوله للبي دي إف، دي عملية سهلة جدا جدا. طبعا ده مطلوب دلوقتي لأن وزارة التربية والتعليم طالبة كل الأبحاث التعليمية والمشروعات التعليمية تترفع على المنصة التعليمية بصيغة البي دي إف وليس بصيغة الوورد. طيب قبل ما أبدأ معاكم الشرح دوت، من فضلكم اللي مشتركش في القناة يشترك، ونعمل لايك للفيديو إذا عجبكم في نهاية الفيديو ده. تعالوا نشوفوا إيه الخطوات اللي أنا أتبعها أو أمشي فيها عشان أحول ملف الوورد البي دي إف، ودي خطوات بسيطة وسهلة جدا جدا. هجيب أي ملف وورد زي ما أنتم شايفين قدامنا كده على سطح المكتب، أي ملف وورد هفتحه. أول هاجي في الناحية اليمين في صفحة الوورد بتاعتي هلاقي كلمة ملف، وإذا كان الوورد بتاعي بالإنجلش هلاقي في الشمال إن هو كلمة فايل، سواء كده أو كده هفتحها هضغط عليها أهوت، أضغط كلمة ملف أو كلمة فايل، هيطلع لي قائمة. هاجي على كلمة حفظ باسم وهتك عليها أو أضغط عليها، ويجي هنا هيفتح لي قائمة جديدة أو صفحة جديدة. هاجي على اسم كلمة اسم الملف أو الخانة المكتوب فيها اسم الملف ديت، وأسمي الملف زي ما أنا عاوز، وليكن 1 2 3 4 5 6 7 ومثلا جي 6 مثلا زي ما هو مطلوب أو زي ما أنت عاوز. بعد كده تحت الخانة الاسم هلاقي في نافذة جديدة مكتوبة فيها حفظ كنوع، هضغط عليها هفتح لي مجموعة من الأنواع اللي أنا ممكن أحفظ فيها زي ما أنا عاوز. هدور على كلمة بي دي إف هضغط عليها، يبقى كده حفظهولي في صورة بي دي إف. بعد كده أطلع على القايمة اللي في اليمين ديت وأشوف أنا عاوز أحط الملف بتاعي فين، عايز أحفظه فين، عايز أحفظه مثلا في الدوكومنتس ولا في الديسكتوب ولا في أي مكان أنا عاوزه. هاجي على الديسكتوب وأقول له احفظهولي في الديسكتوب، وانزل تحت واضغط على حفظ. يبقى انا حفظته في الديسكتوب، انزل تحت تحت جدا اهو واضغط على كلمه حفظ. كده هو حفظه لي وبدا يحوله لي من وورد الى بي دي اف. هقفل صفحه الوورد خالص واروح على سطح المكتب تاني واشوف الملف اللي انا حفظته على سطح المكتب اهون اهو، هيفتحه الاول نفس الملف اللي كان موجود اللي كان مكتوب بصيغة الوورد ومكتوب بصيغة البي دي اف. ومن هنا يبقى انا اتعلمت حاجة جديدة النهاردة، ازاي احول الوورد الى بي دي اف عشان استخدمه في رفع الملفات التعليمية اللي طلبها الوزارة. بشكركم وارجو انكم تكونوا استفدتوا مني حاجة في الفيديو ده. اذا عجبكم من فضلكم اشتركوا في القناة واعمل لايك للفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.